انفجار غامض وجدي طال الأراضي الإيرانية صباح هذا اليوم في توقيت حساس للغاية مما ممكن أن يكون قادما من إسرائيل تجاه إيران. العديد من المصادر تحدثت عن هذا الانفجار مثل جيروزلم بوست، يدعو تحرنوت وتايمز أوف إنديا، وكانت هذه هي اللحظات الأولى لهذا الانفجار الذي طال إحدى محطات الطاقة داخل إيران. مصور هذا المقطع كان قد ذكر بشكل واضح بأن هذه هي محطة منتظر قائم، هذه واحدة من محطتين للطاقة في كرج غرب العاصمة الإيرانية طهران. وإذا ما حاولنا نتعرف على طبيعة تفاصيل هذا الانفجار، أين تم هذا الانفجار وما الذي جرى، ونتأكد فعلا هل هو في إيران وفي كرج كما تحدث من صور هذا المقطع. طبعا سنلاحظ بأننا أمام مساحة حتى وصولنا لهذه المحطة، وتلاحظ بأن الانفجار تقريبا إلى غرب هذه المحطة وإلى شرق هذه المحطة على الأقل من زاوية التصوير. ترى أن هنالك العديد من المستودعات، صورة أقرب لهذه المحطة سترى بأننا أمام مخزنين أو خزانين، هي عادة من الخزانات أو المستودعات النفطية، وكذلك نرى بأننا أمام إحدى الأبراج وكذلك ثلاث أبراج كبيرة للتبريد، وأيضا نرى بأننا أمام أعمدة أشبه بالمداخن موجودة خلف هذه الأبراج أو الأبراج التبريد. وطبعا تصبح واضحة عندما نرى هذه الأبراج التي نتحدث عنها أو الأعمدة، تقريبا ستة هي الموجودة إذا ما قمنا بعدها، وكذلك نرى بأننا أمام برج آخر خلف العمودين الأول والثاني. وبالتالي نتجه الآن بسرعة إلى القمر الصناعي لنتأكد من طبيعة هذه المنطقة. هذه هي طهران، إلى غربها تأتي كرج، ونتجه مباشرة إلى هذه المحطة، محطة منتظر قائم. الزاوية التي كانت ظاهرة من خلال التصوير الأولي هي هذه الزاوية، ترى المستودعات إلى اليمين، مساحة، هذه هي المحطة، ترى الأبراج، نحن أمام ثلاث أبراج للتبريد كما هو واضح. نأخذ صورة واضحة أو أوضح من القمر الصناعي لهذه النقطة تحديدا ونتوقف عند هذه المنطقة. واضح بأننا كنا أمام مستودعين هي التي كانت ظاهرة أمامنا، هذا هو البرج وهذه هي الأبراج أو أبراج التبريد، وكذلك في الخلف تأتي الأعمدة التي كنا نراها أو رأيناها في هذه الصورة واضحة، تصبح أوضح عندما نقترب منها وسنرى فعلا أنها تتطابق مع الصورة التي كنا نراها قبل قليل، هي ستة كما نلاحظ. كذلك أن البرج الذي كان خلف العمودين الأول والثاني يأتي هنا في هذه النقطة، بالتالي هذا يؤكد بأن فعلا هذه المنطقة هي التي جرى فيها الانفجار وهذا الحريق، وهذه محطة كبيرة للطاقة الكهربائية كما نلاحظ طبعا بكل تأكيد. وبالتالي بما أن هذه الأبراج هنا والمستودعات هنا، إذن إلى غرب هذه المحطة جاء الانفجار، بالتالي مرشح جدا أن هذه هي المنطقة التي جرى فيها الانفجار أو الحريق، تبدو كمولدات كنقطة للطاقة مهمة للغاية، وهو الذي جعل النيران تشتعل بهذا الاتجاه إلى الشرق، والذي طبعا جعلها تظهر بهذه الطريقة بهذا التصوير. وجانب الإيراني المشكلة بعد كل ما جرى لم يذكر شيئا، لا الصحافة الإيرانية ولا المسؤولين الإيرانيين، لا ذكر أبدا لهذه القضية. ومن الممكن فعلا أن يكون هنالك حادثا قد طرأ على هذه المحطة، ولكن في نفس الوقت من الممكن أن يكون عملا تخريبيا ومن أعمال الموساد الإسرائيلي، خاصة بهذا التوقيت الذي ينتظر فيه الجميع ضربة إسرائيلية قادمة انتقامية على الهجوم الإيراني الصاروخي الكبير الذي شهدناه في الأول من أكتوبر. وواحدة من الأهداف الموضوعة على الطاولة بالنسبة لإسرائيل هي محطات الطاقة مثل المحطة التي نتحدث عنها، وعندما نتحدث عن أبراج التبريد هنا فهي من الأبراج التي تعمل على عملية تبريد المياه أو دورة المياه التي تدخل طبعا وتستخدم وتعتبر مهمة بالنسبة للمنشآت النفطية، منشآت الطاقة الكيماوية، كلها تعتبر مسألة مهمة بالنسبة لها، بالتالي هذه تعتبر أساس لكل هذه المنشآت والمحطات. وبالحديث عن محطات الطاقة، كنا قبل أسبوع تقريبا أمام انفجار غامض آخر طال خوزستان تحديدا جنوب غرب إيران بهذه الطريقة في المدينة الصناعية، في المصفى النفطي الموجود في تلك المنطقة وخزانات الوقود هي التي اشتعلت، قتل شخص وجرح أشخاص آخرين في توقيت حرج وحساس للغاية. وكذلك أيضا في نفس الوقت قبل 4 أيام فقط من هذا الانفجار تحديدا في 12 أكتوبر كان هنالك انفجارا في شاد أباد، واتضح بأن هذه النقطة التي انفجرت فيها أو جرى فيها الانفجار هي مصانع وشركات للمعادن التي تعتبر موادا أولية تدخل في صناعة أجهزة الطرد المركزية التي تعتبر الأساس في عملية تخصيب اليورانيوم، إن كانت
في مفاعل ناتانز أو فوردو أو غيرها من المفاعلات النووية التي تمتلكها إيران. وكرج ليست بالغريبة أبدا عن أعمال الموساد الإسرائيلي. على سبيل المثال في عام 2021 كان هنالك هجوما من قبل الموساد الإسرائيلي اعترفت به إيران إلى شمال غرب هذه المحطة على مسافة تقريبا 21 كيلو مترا باتجاه هذه المنشأة التي ترى بأن سقفها قد تحول من قبل الجانب الإيراني بسبب الهجوم الخطير الذي نفذه الموساد بالطائرات المسيرة. حولوا السقف إلى سقف تقريبا شائك، هنالك أشبه بالشباك أو الأعمدة المرتفعة تقريبا لتمنع ولتحمي سقف هذه المنشأة من الطائرات المسيرة في حالة استهدفتها في المستقبل، لأن هذه المنشأة هي منشأة لصناعة الأجهزة الطرد المركزية وتصديرها مباشرة للمفاعلات النووية. وبالتالي لاحظ هنا كانت في السابق هي بهذا الشكل، وبعدها إسرائيل عندما استهدفتها في عام 2021 كان الاستهداف جاء بهذه النقطة، وتسبب هذا الاستهداف بمشكلة كبيرة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، وإيران سحبت الكاميرات للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتطور الأمر وتصاعد بشكل كبير حتى على مستوى إضافة أجهزة الطرد المركزية ورفع تخصيب اليورانيوم. الأمور كانت مثل كرة الثلج بعد هذا الحادث، لكن هو كان أيضا في كرج، وهذه مسألة لا بد من الانتباه لها. ومع هذه الظروف والانفجارات الغامضة التي بدأت تتكرر الآن مجددا في الداخل الإيراني، قناة كان العبرية كانت قد تحدثت خلال 24 ساعة الماضية بأن إسرائيل على وشك شن ضربة ضد إيران، كذلك أن إسرائيل اضطرت إلى تغيير خطتها، وضع خطة بديلة بسبب هذه الوثائق التي تسربت، وهي وثائق عالية السرية تابعة للاستخبارات الأمريكية، فجأة نشرت على قنوات التليجرام التابعة للحرس الثوري الإيراني والفصائل المسلحة المقربة من إيران. وطبعا من قال بأن هذه الخطة قد تبدلت بالنسبة لإسرائيل هي تايمز البريطانية اليوم، هي التي ذكرت بأن إسرائيل اضطرت إلى تطوير خطة بديلة بسبب أنها تخشى بأن ذلك سيساعد إيران على توقع أنماط معينة من الهجمات. تريد إسرائيل إبقاء هذا الهجوم مختلفا وغير متوقعا من قبل الجانب الإيراني. أما الجانب الإيراني من جهة أخرى فإن قائد الحرس الثوري الإيراني اليوم اللواء حسين سلامي قال بأننا نقول للإسرائيليين سنهزمكم، وأيضا أضاف بأن على إسرائيل أن تنتظر جزاء أفعالها التي ستمحوها عن وجه العالم. وهنا إيران لا تنوي فقط مواجهة إسرائيل وتحديها أو ردعها من تنفيذ أي هجمات كبيرة باتجاه منشآت الطاقة مثل المنشأة التي نتحدث عنها أو منشآت عسكرية أو محاولة اختيار المرشد الأعلى أو حماية المفاعلات النووية، لا أبدا، بل هي تأتي أيضا من أجل مساندة حزب الله اللبناني الذي يعاني كثيرا من استمرار إسرائيل بالضغط على أعلى المستويات. بيروت يوم أمس وتحديدا الضاحية الجنوبية ضربت بهذه الطريقة، مستودعات للأسلحة، بنى تحتية تحت الأرض ضربت بهذه الطريقة الهائلة التي نراها. وكذلك كان هنالك استهدافا لإحدى المباني القريبة للغاية من السفارة الإيرانية، مع حديث من قبل الجانب الإسرائيلي بأن هنالك مستشارين عسكريين إيرانيين في الحرس الثوري موجودين في تلك المنطقة، مع اتهام إسرائيلي أيضا سابق قبل هذا الانفجار وقبل هذه الضربة للجانب الإيراني وللسفارة الإيرانية في بيروت بأنها هي التي أعطت الأوامر لحزب الله اللبناني لكي ينفذ الهجوم على منزل بنيامين نتنياهو. وجاء هذا الانفجار في الطابق الثاني من إحدى أسواق التسوق أو إحدى محلات السوبر ماركت، وحتى هذه اللحظة لا أحد يعرف ما الذي جرى. كفر سوسة أيضا شهدت ضربة أيضا بهذه الطريقة، لا يعرف ولم يعرف حتى هذه اللحظة من الذي كان مستهدفا. لكن الأخطر من هذه المسألة أن إسرائيل أثناء هذه الضربات بدأت بعملية تطويق للعاصمة اللبنانية بيروت. الأمر أصبح واضحا من خلال ضرب الطرق التي تربط العاصمة دمشق ببيروت، وهذا الطريق تحديدا عند هذه النقطة طريق المصنع، هذا هو النقطة الحدودية التي يطلقون عليها المصنع بين سوريا وبين لبنان. هذه المنطقة على سبيل المثال ضربت ليلة يوم أمس، هذا الطريق كان قد دمر بهذه الطريقة كما تلاحظ، وأن إسرائيل قطعت الطريق تماما في الداخل اللبناني. أيضا هنالك طريق آخر أيضا قد استهدف على بعد، هو نفس الطريق على بعد كيلومترين فقط، ليضمنوا بأن المسألة صعبة ولن يتمكن حزب الله من الفرار أو إدخال أسلحة أو إخراج أسلحة لبناء بنى تحتية مختلفة
موجودة في سوريا والبناء للمستقبل. هذه النقطة أيضا كانت قد دمرت وضربت بهذا الشكل، والمواطنين اللبنانيين الذين يحاولون الخروج إلى سوريا ظهروا بهذا الشكل طبعا راجلين في محاولة للخروج والخلاص مما ممكن أن يكون قادما بكل تأكيد. وبالتالي إذا ما عدنا هنا إلى اللقطة الأهم من طبيعة هذه الصورة ونحاول أن نتقدم بالقمر الصناعي، سنلاحظ بأن هذه المنطقة التي ذكرناها قبل قليل هي منطقة خطيرة للغاية بالنسبة للجانب اللبناني تحديدا، خاصة وأن هذه المنطقة التي استهدفت هي تقريبا هنا كما حددناها. هذه هي دمشق كما تلاحظ، وهذه هي بيروت. وبالتالي قطع هذا الطريق بهذا الشكل مع عمليات قطع الطريق من القصير، كل ما هو قادم من القصير من شمال لبنان أو من سوريا باتجاه لبنان هنا في البقاع، بالإضافة إلى استهدافات كبيرة للغاية طبعا من قبل الجانب الإسرائيلي كما رأينا قبل قليل في الضاحية الجنوبية، ضربات التي تأتي على بيروت قرب بيروت في جنوب لبنان وكذلك في البقاع، كل هذا يوضح بأن إسرائيل لديها نوايا أكبر من نزع السلاح من حزب الله اللبناني، وبأنها ذاهبة بعيدا في هذه المعركة ولن تكون عملية محدودة أبدا. وهذا يأتي في ظل تقدم مستمر أيضا من قبل الجانب الإسرائيلي، تلاحظ هنا بحسب معهد دراسات الحرب يوضح لك آخر الخرائط المحدثة لما يجري، تلاحظ بأن التقدم في عيت الشعب في رامية في كل هذه المناطق هنالك تقدم وسيطرة على هذا الطريق الرئيسي الذي نراه هنا، والذي طبعا يربط ماذا؟ يربط باتجاه الناقورة، والذي يتجه مباشرة إلى منطقة صور، وكذلك أيضا نلاحظ بأن مارون الراس والتقدم هنا يوضح لك أن هنالك رغبة بالسيطرة على الطريق الذي يؤدي إلى صور في نهاية المطاف، وهذا التقدم يأتي على مستوى 3.5 أو 3.4 كيلومتر تقريبا. طبعا هذا عدا السيطرة الجوية التي تتمتع بها إسرائيل، أي أن السيطرة هي أكثر في حقيقة الأمر مما هو ظاهر على الأرض إذا ما حسبنا السيطرة الجوية. كذلك أيضا في الجليل الأعلى تلاحظ بأن إسرائيل أيضا تقدمت على مستوى رب 30 ومركبة وميس الجبل، هذه كلها مناطق تقدمت لها إسرائيل بشكل واضح، والآن أصبح من الصعب على حزب الله أو قوات الرضوان أن تنفذ أي عملية على الداخل الإسرائيلي. وإسرائيل هنا أمنت تماما كل المدن الحدودية التي كان يتواجد فيها حزب الله اللبناني من أجل أن يهدد إسرائيل. الوضع الآن اختلف، الوضع وحتى القدرة النارية التي كان يتمتع بها حزب الله اللبناني قال الجيش الإسرائيلي بأنها ضعفت كثيرا ولا زال يتمتع ب30% فقط من هذه القدرة النارية.